what that means is difficult to articulate. So in modern philosophy, we talk about well-being. جربت إني أتخفف من فكرة المنزل أصلاً. إنه ماذا لو ما عندي بيت؟ أنا محمد الحاجي، أكون معكم من منصة معنى لنقاش الأسئلة الكبرى عبر مفاهيم علم النفس والمجتمع. فالنجاح لا يعني سعادة، النجاح مصدر من مصادر السعادة وليس كل مصادر السعادة. I guess we what we fear most in life is sadness. بالمستقبل ماذا لو تم اختراع حبة أو عقار يمنحك السعادة، يضبط كيمياء العقل، هل هذا ممكن يكون حل؟